النهارده دكتور روبرت جورج، استشاري جراحه امراض صدريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نوعي الناس اكتر عن اضرار التدخين. طبعا احنا عارفين ان التدخين له اضرار ومعروف جدا وبنقولها من زمان، بس يعني يمكن في ناس مش واصل لهم قد ايه هو فعلا مضر على جميع الاصعده وجميع يعني كل الجسم، مش بس حته معينه. فحضرتك ممكن لو تدينا توعيه اكتر. يا دكتور، وشرفنا، ويا ريت تشرف نشوف حضرتك ان شاء الله كمان السنه الجايه باذن الله. ميرسي.